الطريفة لهذا اليوم انت اضعف الايمان لكن الي لو بيان فوني ديما. هي كنت تحكي لنا على وضعيه عاطف تخيلي، نعرفوا الكل مشى اليوم المستشفى. عاطف الى ان كود لابان في الكونتاكت مع ذولي مع قلبي الى بيردو كونسيونس. هذا نعاود في الكلام تاع طبيب الفريق، دونك مش كمان دونك الى ايتي ترانسبورتي على لوبيتال هنايا تاع بن عروس، عمل السكانر فحصات اللازمه والحمد لله بلوس دو بير كو دو مال، وان شاء الله باش يمكن بروبلم باش يقعد يكمل لي 24 اور غاديكا. علاش ما دي بولي بريكوسيون خاطر الشوك ابري لو كونتاكت ابري لو شوك معناتها تاع الفتخ على القاع وكل، دونك لازم يقعد غاديكا وكاو ما ثم حتى شيء يخوف الحمد لله يا ربي. هذا كما كلام الطبيب نعاود فيه هنا. شنو جديد في الهيئه المديره للنادي الافريقي؟ فماش حاجه جديده الاستقالات وكل؟ لا ثم حتى شيء تو جديد، ثم البريزيدون دو كلوب قاعدين احنا اونجير لو كوتيديان جوسكا اسكو اذا كان ثم حاجه جديده نعلموا بها ان شاء الله، وان شاء الله اللي في تكون ثم حاجات باهيه للافريقي بحول الله ان شاء الله. كنا رينا نقطه وقتها دخل سيف الدين سيف الجارديان، يعني رينا ويسميح يراني في الجارديان، ما فماش اونترونور نتاع جارديان. لا ثم علاش ثم سعد الهبيمي اونتر جارديان، لكن لو شوا اللي تي في دوبي دوبي دو سيزون اللي هو كونه اللي هو كونو ستاف اللي باش يقعد على البنك اتون دوني كو لو نومبر لي ليميتي، دونك ثما لو بريباراتور فيزيك انترونور لو دو انترونور ادجوا اللي يقعدوا على البنك. بعد كي قلت له هبطوا في الميتا عمل لي شوفمون عادل مع سي عادل مع سيف وكهو، دونك لبس جديد على حسين النطر. شنو هي وضعيته في الفريق؟ مازالت ماهيش واضحه برشا، ماهوش باش يواصل مع النادي الافريقي باش يواصل. انا ما جي با لا فورماسيون اوفيسيال، لكن الحاجه الصحيحه اللي نعرفها توا مازال ثم شويه اشكاليات اداريه، نتمنى ديما اللي كونوا نتجاوزوها ديما ماذا بيا الحاجات الباهيه يقعدوا تقعد الناس على الفرطه ونجم نلقاو حل. ستيفان تاع جوار ماتا بروفيسيونيل وعطى الكلوب افريكان، بعد الكلوب افريكان ولا رئيس نادي الافريق ولا هيئه نادي الافريق اذا كان عندها متلوم على ستيفان بوت عادات هي الحكايه تاع هبط للاسبوار. ان شاء الله اليوم يتلقى حل، هذا حسب رايي هو احسن حاجه كونه يتلقى حل تحكيه حتى كانوا في المكتوب يوفى معناتها بطريقه باهيه، نقعدوا نقارد لي تري بون سوفنير اللي عندهم معنا السيزون اللي فاتت ناطر، ويقعد مدى متعدى ولبس المريول لبس كابيتانا اليوم في كلوب افريكان. دونك ان شاء الله نلقاو نقعدوا على فرطه ونحكيو، بعد ذلك ثم اشكاليات اكيد نتجاوزوها.